لدي مجموعة في الواتساب وبعض الناس ينشرون فيها بعض الأغاني التي فيها موسيقى، فهل أحمل ذنوبهم؟ وإذا حمل ذنوب هل يجوز لي؟ ما أدري شنو، هل يجوز لي أنك مسؤوليتي؟ أترك الظاهر. على كل حال إذا كان الواتساب هو الذي أنشأه، يعني في واتساب مجموعة هو يدخلهم معه، إيه إذا كان هو الذي ينشئها يشترط عليهم أن ما يضعون هذه الأغاني، إذا رفضوا يسكرها خلاص، ينشئون لهم هم مجموعة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.